السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلاب الصف السادس الابتدائي، كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة هنتكلم في أول دروس بالنسبة لنا حاجة اسمها زاريشيو. ايه بقى قصة زاريشيو أو ايه تعريف زاريشيو؟ هنشوف كده بالراحة معايا. زاريشيو is a way to comparing between two quantities having same kind and same units. طبعا مش فاهمين ولا حاجة، بالراحة كده. ريشيو هي عبارة عن مقارنة بين عددين أو كميتين من نفس النوع وليهم نفس الوحدات. طب عشان نفهم اكتر بالنسبة لنا الموضوع، هتخيل ان انا في عندي طفلين، تمام، في عندي ولد وبنت، الولد اسمه احمد وبنت اسمها سارة، محوشين مبلغ من الفلوس. احمد has 35 pounds and Sarah has 21 pounds. ببدأ في الحالة دي ان انا اعمل divided. يعني ايه divided؟ انا ببدأ ابسط النمبرز الموجودة عندي. انا عندي احمد has 35 pounds وسارة has 21 pounds. بدور على التيبل الكومون، تيبل مشترك يكون في تيبل ويكون فيه 35 وفي نفس الوقت 21. ازاي؟ عبارة عن 7، لان انا عندي 7 times 5 equals 35. طب بالنسبة ل 21 هلاحظ ان هي 7 times 3. في الحالة دي انا هعمل divided 7 ل 35 and also 21. فلما اقول 35 divided by 7 في الحالة دي equals هتكون بالنسبة لي 5. طب انا لو قلت 21 divided by 7 في الحالة دي equals 3. بمعنى انه the ratio هو عبارة عن ان انا بعمل comparing مقارنة بين حاجتين وفي نفس الوقت ببسط التو نمبرز دول. هناخد كده مثال تاني او سؤال تاني هيوضح لنا اكتر ان شاء الله رب المعلومة. وطبعا دي هتبقى فكرة بسيطة جدا عامل ما ربنا يكرم ونكمل ان شاء الله المنهج كامل. بولي find in the simplest form، ضع في ابسط صورة. في الحالة دي هو كاتب بالنسبة لي 24 و 18. هدور برضو على حاجة في التيبل تكون موجودة فيها 24 وبرضو في نفس الوقت في 18. ممكن الاحظ ان انا ممكن اعمل divided لما اجي ابسط، ممكن اعمل divided by 2 او ممكن اعمل divided by 6 or also we can say divided by 3. ليك حرية الاختيار، بس انت لازم تخلي in the simplest form يعني في ابسط صورة، بحيث ان سيادتك لو جيت عمل divided والnumbers مخلص فيه، يعني لسه فيه ممكن ان انا اعمل divided تاني او ممكن ابسطها اكتر، لازم ان انا اخليها in the simplest form لان انا ممكن انقص عليها في الدرجات. طب بالنسبة لي دلوقتي 24 and 18 لو انا عملت divided by 2 هلاحظ ان الاجابة بالنسبة لي هتبقى 12 and 9. يعني انا دلوقتي لو قلت 24 divided by 2 هليها 12 ولو قلت 18 divided by 2 equals 9. في الحالة دي انا لسه ممكن اعمل divided تاني، افكر عندي 12 وعندي 9 ايه التيبل اللي هو الكومن مشترك بالنسبة لنا. في الحالة دي انا ممكن اقول ان انا ممكن اعمل divided by 3. فانا دلوقتي لو عملت divided by 3 في الحالة دي 12 divided by 3 equals 4 and 9 divided by 3 equals 3. دي فكرة بسيطة جدا، يبقى انا فهمت معنى the ratio هي مقارنة بين two numbers or two quantities بين كميتين او عددين. الحاجة التانية ان انا في الغالب او دايما بخليها في ابسط صورة، يعني حتى لو جاب لي two numbers كبير بحاول ان انا عن طريق التيبلز عن طريق divided بشوف النمبرز اللي هو مشترك بينهم وان انا بعمل divided عليه. زي الاكزامبل الموجود بالنسبة لنا، انا عندي دلوقتي بالحالة دي 24 وعندي 18، بدور ان انا اعمل divided by 2 فبلاقي 24 divided by 2 equals 12 و 18 divided by 2 equals 9. لسه انا ممكن اعمل simplest form تاني فبقول 12 divided by 2 by 3 equals 4 وبرضو 9 divided by 3 equals 3. دي طريقة جديدة ان شاء الله في الشرح، لو عجباك وهي متعبة طبعا جدا يعني بصراحة، بس هي انا عملت حاجة بسيطة جدا بس عشان نشوف هل هي ان شاء الله مناسبة، بحيث لو مناسبة لينا ان شاء الله نستمر بيها بإذن الله تعالى. إن شاء الله ربي يعجبكم الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.